السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام متابعي قناة من آخر خلاصة، معكم محمد نور الدين. ترتيب فرق الدوري الإيطالي وترتيب الهدافين بعد مباريات اليوم الاثنين 15/8/2022 في الجولة الأولى وختام الجولة الأولى من الدوري الإيطالي 2022/2023. لأول مرة تزور في القناة انزل اشترك في القناة وضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو مكتوب عليه اشتراك أو سبسكرايب، اعمل لايك للفيديو وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد باستمرار بإذن الله تعالى. متابعين الكرام، اليوم هلاس فيرونا خسرت من نابولي 2-5، احرز هدفي هلاس فيرونا كيفن لاسانيا في الدقيقه 29 وتوماس هنري في الدقيقه 48. اهداف نابولي الخمسه عن طريق كافارتسخيليا في الدقيقه 37 وفيكتور اوسيمين في الدقيقه الثالثه من الوقت بدل الضعف في الشوط الاول وبيوتر زيلنسكي في الدقيقه 55 وستانيسلاف لوبوتكا في الدقيقه 65 والهدف الخامس عن طريق اللاعب ماتيو بوليتانو في الدقيقه 79. فوز كبير لنابولي. يوفنتوس فازت على ساسولو 3-0، احرز الاهداف انخيل دي ماريا في الدقيقه 26 القادم من باريس سان جيرمان، طبعا لاعب ريال مدريد الاسبق، والهدفين التانيين عن طريق دوشان فلهوفيتش، واضح انه ممكن يتالق في هذا الموسم. سجل هدف ثاني من ضربه جزاء في الدقيقه 43 وسجل هدف الثالث دوشان فلهوفيتش ايضا في الدقيقه 51، كان هو تاني الهدافين الموسم الماضي. متابعين الكرام، بالنسبة للمباريات السابقة في الجولة الأولى عندنا بدأت الجولة يوم السبت 13/8، ميلان فازت على أودينيز 4-2، سامبدوريا خسرت من أتلانتا 0-2، ليتشي خسرت من إنتر ميلان 1-2، مونورا خسرت من تورينو 1-2. يوم الأحد 14/8 فيورنتينا فازت على كيرومونيسي 3-2 ولاتسيو فازت على بولونيا 2-1، سالرنتانا خسرت من روما 0-1 وسيبيزيا فازت على إيموبولي 1-0. الآن نتعرف على ترتيب فرق الدوري الإيطالي وترتيب الهدفين بعد انتهاء مباريات الجولة الأولى. متابعين الكرام، متصدر الدوري نابولي في المركز الأول لأنها سجلت أهداف كتير، عندها 3 نقاط طبعا. يوفنتوس المركز الثاني ب3 نقاط، ميلان المركز الثالث ب3 نقاط، أتلانتا المركز الرابع ب3 نقاط، فيورنتينا المركز الخامس ب3 نقاط، لاتسيو في المركز السادس ب3 نقاط، تورينو المركز السادس مقرر ب3 نقاط، كذلك إنتر ميلان المركز السادس مقرر ب3 نقاط، روما في المركز التاسع ب3 نقاط، سيبيزيا المركز التاسع مقرر ب3 نقاط، في المركز 11 كيرومونيسي بدون نقاط، مونورا المركز 12 بدون نقاط، ليتش المركز 12 مقرر بدون نقاط، بولينا المركز 12 مقرر ايضا بدون نقاط، سالارنتان المركز 15 بدون نقاط، ايموبولي المركز 15 مقرر بدون نقاط، اودينيز المركز 17 بدون نقاط، سامبدوريا المركز 18 بدون نقاط، هيلاس فيرونا المركز 19 بدون نقاط، وساسولو المركز 20 والاخير بدون نقاط. جولة بدون تقدر تقول كده بدون تعادل. متابعين الكرام، اما بالنسبة للمتصدر الهدافين حتى الان اللاعب ريبيتش لاعب ميلان المركز الاول بهدفين، يتساوى معه دوشان فلهوفيتش لاعب يوفنتوس هدفين ايضا، بعد كده كله سجل هدف واحد وهم اديمولا لوكمان لاعب اتلانتا، ماسينا لاعب اودينيزي، ابراهيم دياز لاعب ميلان، شيرو اوموبيلي لاعب لاتسيو، دينزل دونفرس لاعب انتر ميلان، ديفيد اوكيريك لاعب كيرمونيسي، جاكومو بونافانتورا لاعب فيورنتينا، كيفن لاسانيا لاعب هلاس فيرونا، لوكا جوفيتش لاعب فيورنتينا، ماركو ارناوتوفيتش لاعب بولونيا، ماتيو بوليتانو لاعب نابولي، وبيوتر زيلنسكي لاعب نابولي، روميلو لوكاكو لاعب انتر ميلان، رودريجو بيكاو لاعب اودينيزي، رافائيل تولوي لاعب اتلانتا، استانيسلاف لوبوتكا لاعب نابولي، تيو هرنانديز او سيو هرنانديز لاعب ميلان، فيكتور اوسيمين لاعب نابولي، وداني موتا لاعب مونورا، وكافارتسخيليا لاعب نابولي ايضا، واكثر من لاعب تانيين بقى. متابعين الكرام، اما بالنسبه لصناع الاهداف بعد انتهاء الجوله الاولى، في المركز الاول لاعب انخيل دي ماريا لاعب يوفنتوس صنع هدف، وكل اللي هقولهم صنعوا هدف واحد، كذلك اليكس ساندرو لاعب يوفنتوس، انطونيو سانابريا لاعب تورينو، ابراهيم دياز لاعب ميلان، ديفيد كلابريا لاعب ميلان، دولوفيو لاعب اودينيزي، جوفاني دوليرونزو دي لورينزو لاعب نابولي، هيرفين غولوزانو لاعب نابولي، كذلك كوراي لاعب هلاس فيرونا، لوتارو مارتينيز لاعب انتر ميلان، ماتيو دارميان لاعب انتر ميلان، ماريو باشاليتش لاعب اتلانتا، ماريو روي لاعب، كل دول صنعوا هدف واحد يا جماعه، روسلان مالنوفيسكي لاعب اتلانتا، وريكاردو لاعب فيورنتينا، سيرجيسوفيتش لاعب لاتسيو، فيكتور يوسيمين لاعب نابولي، يعني سجل وصنع، واللاعب كافارتسخيليا لاعب نابولي. واشترك في القناه بقى وفعل زر الجرس، اعمل لايك للفيديو. كان معكم محمد نور الدين، نراكم في فيديو اخر باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.